عارف يا عزيزي. اتفضل يا عزيزتي. شمس الحرية هتشرق مهما طال الليل. هو انت حزب كنبة ولا حركة تردد؟ تردد. ايوه. دي احزاب جديدة دي ولا؟ احزاب جديدة لسه معمولة. اتأسست امتى؟ ده وانا جاي في السكة من هناك من مصر دلوقتي. ومين زعيمها؟ لميس الحديدي. لميس الحديدي؟ ايوه. معرفهاش للأسف. شايف يا عزيزي اللي هناك ده؟ مين بقى ده هناك ده؟ هو ده قصر الزرازير. هو ده قصر الزرازير؟ عارف يا عزيزي؟ اتفضل. أنا ممنون منك خالص. وأنا شرطوت منك خالص والله. والله حضرتك المشوار ده طويل. أيوه طويل. وبيكلفني 5 قروش. لو النبي 5 قروش؟ بتاخدهم على حجر واحد؟ أنت ظريف خالص. وأنت خفيف خالص. دي حركة قديم. ده الفدائيين. الفدائيين؟ هو ده يا عزيزي قصر الزرازير. انا ميمون جدا. انا اللي ميمون ليك يا عزيزي. ميمون ربنا يخليك. ليه 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 يا ميمون؟ اتفضل. مع الف سلامه يا عزيزي. انا ميمون جدا من الفرصه دي. تعال. ايه اخرت كده ليه؟ مش عارف. هنا يلا بينا. ايه الناس اللي بتجري دي؟